بسم الله الرحمن الرحيم. لم أخنه أولادهم وينعه ولا خوف عليهم إن عصيته كان عليما خبيرا من آياتنا عجبا فأوجس منهم أجر عظيم لا يزال بنيانهم فما له من هار ولا أودعوا خلالكم وإلى ثمود أخاهم من إله غيره خلوا إلى شياطينهم وهم ينهون عنه وينأون عنه. صدق الله العظيم. Sila ulang bacaan sehingga mahir membaca dengan tepat. Selamat berjaya.